بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم منازل السائرين. مرحبا بكم، واسمحوا لي معنا أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الداعية عمر العياصر. مرحبا ومرحبا بك شيخنا. يا حياك الله وبارك الله فيك. أحب المشاهدين فيك، بارك الله فيكم الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نسير معكم أو نغوص معكم ونبحر معكم في بحر الإحسان، في هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين، منزلة الإحسان التي قد وقفنا بها على شاطئ الإحسان إلى الزوجة والإحسان في الزواج. واليوم نتكلم عن العقد، عن هذا العقد المقدس والرباط الوثيق والميثاق الغليظ، الزواج. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية حديثنا عنه، واليوم نكمل معكم إن شاء الله ومع شيخنا. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لقد يعني كما يقال أولى الشرع عناية عظيمة بالزواج بأحكامه وشروطه وموانعه، يعني كثير جدا الشرع فصل في الزواج تفصيلا عظيما وكثيرا. يعني نريد أن نسأل سؤالا بداية قبل أن نصل إلى الإحسان إلى الزوجة، السلسلة التي نسير بها، لابد أن نعلم من أين تنبع أهمية الزواج. بارك الله فيك شيخنا. حفظكم الله. أحمد الله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، أحمده حمدا ليس له نهاية، وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه من آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وسأله مغفرة وفضلا إنه، مبسوطتان لسائليه يداه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه جل جلاله عما نواله. فهو الملك المقتدر ومالك كل شيء والملك الحق جل جلاله عما نواله وتقدست أسماؤه. وأصلي وأسلم على صفيه ونبيه ونجيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أشرقت الدنيا بنور هديه صلى الله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما اختلف الليل مع النهار. كما ذكرت وقدمت آنفا بوركت أن الزواج له قداسة، وهو ميثاق عميق غليظ وثيق. وتنبع أهمية الزواج على أن الزواج أول قران، أول عقد قران عقد في الجنة. يا سلام. أول زواج تم في مكان طيب، فدليل على أن الزواج طيب. يا سلام. وأول زواج حصل بين آدم عليه الصلاة والسلام وحواء وأمنا حواء كان في الجنة، في مكان طيب، في دار طيبين، في دار الخلود. اللهم اجعلنا من أهلها. ولذلك الله عز وجل يوم أدخل آدم الجنة وخلق له زوجه ماذا قال؟ قال أسكن أنت وزوجك. الذي عقد القران بينهما من؟ الله هو الله جل جلاله. نعم. هو الله العظيم من أسمائه الطيب، إن الله طيب. طيب نعم. وعقد هذا القران الطيب في المكان الطيب. الطيب، سلام عليكم طبتم، فالجنة هي دار الطيبين. والله الطيب عقد هذا القران الطيب في المكان الطيب لما قال أسكن أنت وزوجك أنت الجنة، ويناسب السكون، لأن الزواج هو سكون. سكون صحيح. وأنه استقرار. لتسكنوا إليها. أحسن. لتسكنوا إليها. أسكن أنت وزوجك الجنة. إذا قالوا أول عقد قران تم في الجنة. يا سلام. وهنا يعني إذا أردنا أن نتكلم عن هامش الكلام، الذين قالوا بفصاحة كلمة زوجك قالوا هي أفصح، يعني قالوا الأفصح أن تقول زوجي. في لغة العرب أن يخاطب الذكر والأنثى بصيغة واحدة. زوجي. وهي لغة أهل الحجاز التي يعني جاء بها القرآن. نعم. لذلك قال الرجل يقول لزوجته هذه زوجي بدون التاء، والزوجة تقول لزوجي هذا زوجي. زوج. هذا الذي نراه في كتب الأدب وفي كتب الأثر صحيح. وهذا هو المشهور. سبحان الله. هذا هو المشهور. بنو تميم أجازوا إدخال التاء على 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 الزوج فتقول زوجة. هذه زوجته أجازوها. وأبى ذلك الأصمعي رحمه الله، قال لعدم وروده في القرآن. يا سلام. قال مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس ومن هو في عربيته وقوته. نعم. يقول أن إثبات التاء في لفظ الزوجة هذه لغة رديئة. سبحان الله. لكن الصحيح أنها لا توصف بالرداءة، لأنها وردت على العرب، فقد قال الشاعر الفرزدق
المشهور شاعر نعم أبو فراس يوم قال: وإن الذي يسعى يحرش زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. أين الشاهد؟ زوجتي. قال زوجتي، يعني العرب موجود عندها إضافة حرف التاء في كلمة زوج. هذا الشاعر وهو يعني يعتمد على فصاحته، وهو من الحجة، من الذي يحتج بشعره طبعاً. من الذين يحتج بشعره، بشعرهم نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب العرباء، صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد وأفصح العرب العرباء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. ورد في روايات لبعض الأحاديث أنه استخدم، قال بعضهم عدها إلى 20، استخدم لفظ الزوجة بالتاء. أه. ففي رواية: إن لزوجتك عليك حقا. هناك رواية: إن لزوجك. نعم. وورد في رواية: إن لزوجتك. قال: يدع شهوته من أجلي. وفي رواية: يدع زوجته من أجلي. يا سلام. في حديث الصيام. جميل. نعم. يوم قال للأعرابي: هل لك من زوجة؟ في حديث آخر قال: أطاع الرجل زوجته وعق أمه. يا سلام. إذا مذكور. إذن هي قالوا الأفصح والأشهر الزوج، الزوج، ولكن يجوز استخدام التاء. جميل هذه اللفتة البلاغية. جميلة. نرجع هنا، قلت سبحان الله هذا الزواج، نرجع إلى صميم. طب قبل ما نرجع، كلمة نعم. زوج أحسن يمكن متحسن، حتى تجمع الاثنين ويبقى السكن ويبقى القرب دون التاء. قال: وبعضهم قبل التنقيط هي زوجه، وإذا أزلت التنقيط أصبحت هي روحه. الله، يا سلام يا سلام. قال: تكون روحه وروحها. يا سلام يا سلام. زوجه وزوجها. وإذا أسقطت النقاط صارت روحها روحه وروحها. نعم. يا سلام. إذا دخلنا إلى الجانب الآخر، هذا باب الغزل. نعم، باب الغزل. نعم. الزواج هذه الرغبة الملحة التي جعلها الله في نفوس البشر من أجل إقامة الحياة. أتعرف لولا هذه الرغبة بالميل إلى الأنثى والسكن وإشباع الغريزة والارتواء العاطفي وقضاء الوطر والحاجة التي في نفس البشرية، ما أقدمت البشرية على الزواج. الزواج في ظاهره تكاليف، في ظاهره أنك تدفع ولا تأخذ، في ظاهره، ولكن الله عز وجل لحكمته البالغة جعل هذه الرغبة من أجل أن تستمر الحياة. صحيح. قال بعض تقيس بالأمور المادية، الأمور صعبة. لا. فجعل في نفسك الميل إلى المرأة من أجل الوطر الجنسي. قال: صوت من داخلك يجلدك وأنت تبتهج، صوت من داخلك يسوقك من أجل أن تقوم الحياة. فهنا ظهرت فيه قدرة الله، قدرة الله وعظمته وحكمته وعظمته. وقال: وأراد الله عز وجل بحكمته البالغة أن يصب هذه الشهوة في قنوات نظيفة. يا سلام. تكون قنوات ماذا؟ طاهرة نظيفة، تكون عفيفة. قنوات نظيفة وطاهرة، لا تتكدر ولا تتعكر من أجل حفظ الأنساب. وهذه الرغبة التي جعلها الله عز وجل من أجل ماذا؟ من أجل مقاصد كبيرة من تكوين الأسرة، من أجل الذرية، من أجل بقاء الحياة، من أجل أن تعيش الأسرة في جو زكي طهور. يا سلام. في جو زكي طهور، زكي طهور، ملتمي مشتملة، مش مفرقة. فكان هذا الزواج. فلذلك تجد أن الزوج، تقول الزوج هو الشيء الذي يشفع بالشيء. صحيح. لذلك أنت تسمى زوج مع أنك في ظاهرك واحد، لكن هناك مخلوق يسكن في قلبك. في ظاهرك واحد ولكن أنتما في الحقيقة الله الله اثنان. لذلك تقول: الزوج فلان، الزوج محمد، الزوج علي، الزوج عمر، الزوج خالد. أنت تسميه زوج مع أنه في ظاهره هو واحد. هو في ظاهره واحد ولكن هناك مخلوق يسكن في قلبه. إذن هما في الحقيقة ماذا؟ هما في الحقيقة اثنان. هما اثنان. فلذلك أنت يسمى بالزوج. يا سلام. لذلك ماذا قال بعض الأدباء؟ قال كلمة جميلة وجليلة، يتكلم عن الزوجة، يقول: هذه الزوجة هي لك بمنزلة البعض من الكل، ألزم لك من الظل. يا سلام. يا سلام. ألزم لك من الظل، صاحبتك في العز والذل. الله أكبر. رفيقتك في الترحال والحل، رفيقتك في الترحال والحل. في الترحال والحل. قال: هي أميرة بيته وبهجة نفسه وريحانة قلبه. قال: هي أم أبنائه وبنيه، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه. الله أكبر. تتصرف فيهم كما تتصرف فيه. فيوجد حتى هذه السلطة فيها حب وفيها وداد. لذلك يقولون حتى في المثل الأجنبي، وهي كلمة جميلة، يقولون: المرأة الجيدة تحكم زوجها وهي تطيعه. وتخيل ما أجملها. المرأة الجيدة تحكم زوجها وهي تطيعه. بماذا تحكمه؟ بالألفة والمحبة. لا كما ينتشر عند الناس، إذا كان الزوج
لطيف المعاشرة، فاضل التركيب، حل المعشر، حسن صاحب أخلاق حسنة مع زوجته، عنده أخلاق حسنة مع زوجته، قالوا محكوم. وأحسب أن هذه الكلمة خربت كثير من العلاقات والبيوت صحيح، وأفسدت بحجة أن فلان محكوم، بحجة أن فلان محكوم لزوجته. يسمون الأخلاق الحسنة مع الزوجة، يسمون المدارعة مع الزوجة التي هي مطلوبة في الشريعة، يسمونها بأنه أصبحت متسلطة على الزوج. لا والله، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أطوع الرجال إلى زوجته، ولكن بالحسنى، ولكن بما هو يوافق الشريعة. فمن هنا تكمن عظمة الزواج، أن أول عقد قران تم في الوجود تم في مكان طيب وهي الجنة. شيخنا يعني أنا على الهامش، يعني زي ما تقول أنت على الهامش، قلت هي كالظل وهي تقوم معه في الارتحال والحل، وهي تقوم معه في أوقات الذل، وروحه وبيته وسكنه. طب ليش الصورة مشوهة الآن عن الزواج؟ يعني معقول التلفاز شوه الصورة، المسلسلات، التواصل الاجتماعي، أكيد الإعلام صورة مشوهة للزواج. الإعلام له دور، وتصرفات بعض الناس لجهله بالدين لها دور، البيئة لها دور، الجهل له دور، الإعلام له دور. فهناك يعني أسباب ومفسدات كثيرة تفسد الحياة الزوجية. تصوروا الزواج أنه يعني علاقة قائمة على التصدي والتحدي. نعم، بسبب البيئة وبسبب تربية الإنسان وبسبب الثقافات. وأيضا أنت فتحت لي بابا من القول، هناك بعض الثقافات وعادات سلبية تلفعت بثوب الدين. هذه العادات السلبية التي تلفعت بثوب الدين هي التي ضيقت مفهوم الزواج، أو التي أعطت الانطباع السلبي عن الزواج. الله أكبر. أنه تسلط وتحكم، وكثير من الناس يفهم بعض حتى الآيات الشرعية، يعني نتكلم في قادم الأيام عن آيات أسيء فهم هذه الآيات، مثل الرجال قوامون على النساء، أعطت صورة إنها صعبة أنه للزواج، أن الزوج هو قاهر متسلط، أنه حاكم، أنه جاء ليسجن هذه المرأة. وهنا القوامة هي قوامة تكليف لا تشريف، هي تشريف للمرأة وتكليف للرجل. يا سلام. هو يقوم على خدمتها، هي أميرة بيته وبهجة نفسه وريحانة روحه، وهي راحة الأرواح، وفيها من الحب والانشراح. فهذا المعنى، لكن يصور بهذا الفهم من خلال الفهم المغلوط لبعض الآيات. معناته احنا هيك لازم يكون في لنا وقفة مع بعض الآيات وبعض الأحاديث. أتكلم عن آيات فهمت بثوب التقاليد والعادات والأعراف المخالفة للشرع. يا سلام، جميل. إذا بنخليها لوقتها عشان ما ندخل بعضهم. ننتقل للشيخنا للسؤال الثاني. احنا لما انتقلنا من أين تم أهمية الزواج، لابد وأقيم هذا الزواج وأقيمت هذه الأسرة والتقى الرجل بالمرأة. طب شو المقاصد المرجوة؟ طب أكيد الشرع لا يبيح شيئا ولا يشرع شيئا إلا لمقصد مرجو منه. الله لا يشرع إلا لحكمة. إلا لحكمة، أيوه، هذه التي يريدها. ما الحكمة المرجوة والمقاصد المرجوة من هذا الزواج؟ أكيد كما قدمت أن الله لا يشرع إلا لحكمة، وأن أفعال الله عز وجل وأن أقواله وأن أحكامه هي مقصودة وهي لحكمة أرادها الله. فقد تنزه عن العبث جل جلاله. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تنزه عن العبث، لا يفعل إلا لحكمة. يا سلام. وهو ليس بحاجة إلى هذا الفعل، بل الحاجة من أجل مصلحة الناس. الله عز وجل غني عن العالم، جل جلاله. لو كفر الناس ما ضره شيء، ولو آمن الناس ما زاده شيء، فهو غني عن العالمين. والله لو كانت البشرية جمعاء كتعاء على قلب فرعون في الفجور والكفر والزندقة والبندقة، ما هذا ضر الإله بشيء. يا الله. ولو أن البشرية كانت على قلب محمد، القلب الطاهر، القلب الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام، ما نفع الإله بشيء، فهو غني عن العالمين. ولكن الله للطفه ورحمته يشرع للناس. هذا الدين أراد لنا ولم يرد منا. يا سلام يا سلام. هذا الدين أراد لنا ولم يرد منا. الله عز وجل ما شرع هذا الزواج، وكما ذكرت من أكثر أحكام الشريعة أحكام النكاح، ولها تفصيلات كثيرة وتشعبات كثيرة وأحكام جزئية دقيقة. سبحان الله. وهناك كما تعرف الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية التي تختص في هذه الجزئية، جزئية فقط. وكثرة الشيء يدل ماذا؟ على أهميته، على أهميته. كثرة الأسماء وكثرة التفصيلات وكثرة الأحكام الشرعية تدل على أن هذا الشيء مهم. صحيح. هناك حتى تخصصات في علم الشريعة هي مختصة فقط في الزواج والنكاح. صحيح. وأحكام الزواج. لماذا؟ لعظمته وأهميته ولضبط النفس البشرية. هذه النفس
طامحة جامحة رامحة تسعى إلى الفساد والإفساد. فالزواج يسكن هذه النفس بعد ثورانها وفورانها واضطرابها. من أعظم مقاصد الزواج إعفاف النفس أن تذهب إلى الحرام، مقصد الأول نقول. ولهذا لماذا عدد في الزواج؟ حتى يعف النفس، حتى يعف النفس. من أعظم مقاصد إعفاف النفس من أن تقع في الحرام. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ هنا يعلل، فإنه أغض. قال هنا الفاء للتعليل، ولذلك يقول، قال علماء الأصول أن من مسالك التعليل الفاء. الفاء نعم. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. فهذا البصر الطماح اللماح الذي ينظر إلى الحرام، فإذا تزوج سكن. انخفاض مستوى تطلع إلى الحرام. أيوة أحسنت، انخفاض هذا المستوى، انخفاض. لذلك الشرع الحنيف فرق بين من زنى وهو متزوج محصن، وبين من زنى وهو عزب. حتى تجد في العقوبة اختلفت. اختلاف. لماذا؟ لأنه هذا يعني وصل للطريق الصحيح، فلماذا يعني؟ نعم، لأن هذا أباح له وحصل على ما يريد، ومع ذلك ما زال ينحرف. حصل. إذن دليل أن النفس منطبع على الانحراف الشرح. لكن هذا طبعا العزب ربما وقع في الضعف أو شيء، كما يقولون العزوبية مفتاح الزنا. على هذا المعنى، لذلك على هذا المعنى أنه من أجل إعفاف النفس قال: فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. وجمع بين البصر والفرج، لأن البصر هو مفتاح للفرج، البصر هو الطريق الأكبر إلى أن ينحرف الإنسان. كما قال الشاعر: والعين باب، إبليس حي لم يمت، والعين باب للفتن. الله أكبر. إبليس حي لم يمت، والعين باب للفتن. إذا تجد بعض الشباب أقولها والله يعني، والقلب يتنزى والكبد حرة، تنظر إلى بعض الشباب الذي والعياذ بالله انحرف عن جادة الصواب وعن جادة الطريق المستقيم إلى أن ذهب إلى الزنا، أو ذهب إلى هذه الباغية البغي، وتجد بعض الشباب أنه يؤخر الزواج. لماذا يؤخر الزواج؟ لأن هذا الإلحاح الغريزي والرغبة التي في نفسه يفرغها بالحرام، يفرغ هذه الشهوة الحرام. هناك مثل يقول: إذا كنت تستطيع أن تحصل على الحليب فلماذا تشتري البقرة؟ صحيح. لعلك فهمت ماذا أريد. نعم. وبعض الأحبة المشاهدين فهموا هذا المثل: إذا كنت أنت تستطيع أن تحصل على الحليب فلماذا تشتري البقرة؟ معنى هذا الكلام: إذا كان يحصل على قضاء شهوته ووطره بالحرام فلماذا يتزوج ويقع في دوامة وأولاد وتكاليف وبيوت، فيذهب إلى الحرام ويفعل الحرام فيؤخر الزواج. سبحان الله. وهذه سبحان الله يعني الرغبة في النفس البشرية منشط إنساني أصيل. أنا دائما قديما كنت أقول الشهوة الحيوانية والشهوة البهيمية، وأنا أتراجع عن هذا القول. وسبحان الله الإنسان كلما تقدم في القراءة اكتملت صورة الحياة. السلام. هذه الحياة كالفسيفساء، يجب أن تجمع في هذه الحياة من القطع. فعندما تضع قطعة من تجارب الحياة الصورة أنا قديما كنت أقول دائما حتى على المنابر والخطب أقول هذه الرغبة الحيوانية وهذه المنشط البهيمي، وأنا تراجع هذا القول، وعندي بذلك شاهد ودليل. نعم. ومعي بذلك شاهد ودليل. هي رغبة فيها قداسة، هي رغبة ومنشط إنساني أصيل يدل على الرقي. يا سلام. ويدل على الرقة. وأعطيك الدليل، الدليل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، والصدقة نوع من أنواع العبادات، فكيف تكون شهوة بهيمية وحيوانية؟ يا الله جميل. يعني الإنسان كما قالوا تأمل تدرك. صحيح. والحقيقة مهرها البحث. نعم. الحقيقة مهرها البحث. عندما تبحث وتتأمل تدرك وتصل. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الجماع وهذا الوقاع جعل تأخذ عليه أجر، وسمه صدقة، والصدقة نوع من أنواع العبادة، شيء من أنواع العبادة، كيف تسمي شهوة بهيمية وحيوانية؟ وأيضا هو دعاء الجماع، ما هو؟ تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، شيء ابتدأ ببسم الله، هو عبادة فيه 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 أجر وفيه عبادة، فيه أجر، فيه قربة. وتجد ولذلك تجد الطعام ابتدأ ببسم الله، كأشياء كثيرة ابتدأت ببسم الله، الوضوء ابتدأ ببسم الله. فدليل أنه منشط إنساني أصيل يدل على الرقة، ويدل على أن يدل على أن هذا شيء عظيم، يعني وكأنه في مآله يعني يؤول إلى العبادة.
نعم. إلى شيء من عمارة الدنيا وعمارة الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أين تأتي العبادة إن لم يكن هناك زواج وإنتاج؟ حسنت. كيف نسب أنفسنا عندما تقول هذه شهوة بهيمية؟ أنحن من البهائم؟ لا والله، والعجموات عكس، لقد كرمنا بني آدم. ولذلك تميل النفس مع الشافعي أبي عبد الله ومع أحمد بن حنبل أبي عبد الله على أن المني طاهر. اختلف العلماء في حكم المني، أهو طاهر أم نجس؟ بل هو طاهر إن شاء الله. تميل حتى النفس، نعم. النفس والفطرة تميل إلى قول الشافعي وأحمد، مذهب الشافعية والحنابلة، الحنابلة على أن المني طاهر. ولقد كرمنا بني آدم، فلو قلت أن المني نجس فكيف حصلت التنجيس مع التكريم؟ صحيح، أنت أصلك طاهر. نعم، أصلك كريم، أصلك طاهر، فهو صحيح يوجب الغسل ولكنه طاهر. به جاء منه الأنبياء والصالحون والعلماء والفضلاء والنبلاء. سلام. فهذا المني، لذلك ابن قيم الجوزي على ما أذكر ذكر في كتاب بدائع الفوائد في مناظرة بين عالمين عن مسألة هل المني طاهر أم نجس. ومن جميل ما يذكر، فجاءهم رجل ثالث فقال بما يتناظران أو بما تتناظران؟ فقال أحدهم وهو ذكي، فقال أقنعه أن أصله طاهر ويأبى إلا أن يقول أن أصلي نجس، يعني في مسألة الطهارة. لا أريد أن أطول، لكن نعم. المعنى دائما نتحاشى هذه الكلمة، نقول الرغبة الحيوانية، وأنا منها هنا أتراجع عن هذه الكلمة، كنت أقولها كثيرا. رغبة إنسانية، يقول هي الرغبة الإنسانية. لذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن كل الملذات تقسي القلب إلا شهوة الجماع فهي ترققه. يا الله، عجيب. فهي ترققه لأنه الحلال، وهذا به صدقة، وابتدأ بالتسمية، وبه الذرية الصالحة. قال بعضهم رب جماع ليلة خير من عبادة سنة، يعني نافلة. قال لماذا؟ قد يخرج رجل يصلح الدنيا. صلاح الدين الأيوبي، الليلة التي قدر الله أن يولد فيها هذا الرجل، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، ابن تيمية، ابن قيم الجوزية، الإمام السبكي، الإمام أبو حامد الغزالي، الله أكبر، رحمه الله. هذه الليلة التي قدر الله أن يولد فيها هؤلاء الفحول الفطاحلة العباقرة الذين غيروا الدنيا. صحيح، قلبوا الدنيا. عمر بن عبد العزيز، عمر الخطاب، الصحابة، الصحابة. بل الليلة التي جاء فيها سيد البشرية وإمام الإنسان، الله أكبر، صلى الذي الله. غير وجه الحياة. أيوة، جاء عن طريق ماذا؟ عن هذا الزواج، عن هذا الزواج. لذلك دائما نقول يعني أنها تكون هذه الرغبة الإنسانية، الرغبة التي يتحصل بها عن طريق، يتحصل بها على الصدقة، يتحصل فيها على العبادة. السلام. ويتخيل الإنسان أن يخرج من صلبه، من صلبه ماذا؟ من صلبه ذرية يعبدون الله، صالحة طاهرة. إذا جاء هذا الفكر عند الإنسان ويتخيل هذا المعنى، أنه يخرج من صلبه ماذا؟ ذرية طاهرة، ذرية عابدة لله، ذرية صالحة، ذرية بعضها من بعض في الصلاح وفي التقوى وفي النقوة، هنا يكون الزواج عظيما. لهذا كان عباد الرحمن من دعائهم اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا المعنى، جاءوا عن طريق الزواج. واجعلنا للمتقين إماما، من هذه الذرية نكون أئمة، فتكون النية في الذرية. يا سلام. وهو ما قالته امرأته عمران، قالت إني نذرت لك الله ما الله. في بطني محررة. قالوا قدمت النية قبل طلب الذرية. الله، إني نذرت لك ما لك في بطني. يا سلام، جميل. فقدمت النية لابتغاء وجه الله عز وجل، إني نذرت لك ما في بطني، ما في بطني محرر. فقالوا قدمت النية قبل الذرية، قبل الذرية. طبعا المقاصد الأخرى أختم به في المقاصد، أنه من أجل بقاء النوع الإنساني، من أجل بقاء النوع الإنساني. كيف يبقى هذا النوع بغير زواجنا؟ أبدا يزول. لذلك من أخطر دعاة المثليين، ونحن لا نسمي المثليين، سمي الشذوذ. نعم، شذوذ عن الفطرة وشذوذ عن المجتمع. والآن الغرب أصبح يشرع لزواج الذكر بالذكر، زواج الذكر بالذكر، وهي فعلة قوم لوط. هنا تنظر لماذا حرم الله وجعله من أكبر الكبائر هذا الشذوذ، اكتفاء الذكر بالذكر. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد فيه ذرية. قال فيه قضاء الوطر، فيه قضاء الوطر، ولكن أين الذرية؟ فإذا اكتفى الذكران بالذكران من العالمين فنت البشرية. الله أكبر. فلتحريمه أنه يفقد ويفسد ويفني النوع الإنساني. لهذا فهمنا لماذا حرم الله الشذوذ وحرم الله هذه السدومية. والأصل أن لا نسميه اللواط، لأنه نسبة إلى لوط، ولوط عليه الصلاة والسلام هو نبي مكرم مبجل من أنبياء الله، هم قومه. لكن عمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المحمد كيف انتقل لفظ،
قال من عمل عمل قوم لوط، فنسب هذا المعنى إلى القول. وبعضهم يسميها السدومية نسبة إلى أكبر قرى قوم لوط وهي سدومك أو سدوم. لذلك حتى في الأجانب في القاموس الإنجليزي ماذا تسمى؟ سدومك، نسبة إلى سدوم أكبر هذه القرى. الشاهد من هذا المعنى أن من مقاصد البقاء النوع الإنساني لن يبقى فيه قضاء للشهوة، لكن كيف تبقى البشرية؟ الذكر لا ينجب، كيف تبقى؟ فتفنى البشرية. سبحان الله. أيضا لماذا حرم الزنا؟ ولذلك من أسماء الزنا السفاح. لماذا سمي السفاح؟ لا تتكون أسرة من الزنا. تلاحظ أن مقصود الزواج الأكبر ما هو؟ الأسرة، تكوين الذرية والمجتمع. نعم. فحرم الشذوذ لأنه لا يوجد أسرة، لا يوجد نسل، وحرم الزنا لأنه لا يوجد به استقرار ولا نسل. يا الله. وسمي سفاح قال لأن هدفه أن يسفح الماء من سفح الجبل الذي إذا وضع عليه الماء ساحة. يا سلام، جميل. إن ساح الماء هكذا. سبحان الله. قالوا لأن هذا هدف هذا الزاني ماذا؟ فقط سفح الماء. سفح الماء فقط، أن يسفح الماء، لا ينظر إلى ذرية، لا ينظر إلى أسرة، قضاء الشهوة فقط، هي قضاء الشهوة. فلذلك حرمت الشريعة هذا المعنى من أجل أنه لا يوجد استقرار أسري. ولذلك الزواج ما هو؟ عقد على التأبيد. يا سلام. لذلك لماذا حرمت الشريعة زواج المتعة؟ لأنه قائم على التأقيت. التأقيت فقط. سلام. هو سمي متعة. زواج أهل السنة يقوم على التأبيد. على التأبيد، فيه استقرار أسري، فيه ذرية، فيه بيئة آمنة، فيه قنوات نظيفة. سبحان الله. فيه استقرار أسري، فيه أمان أسري. أما زواج المتعة فهو يقوم على التأقيت، فحرمته الشريعة. لا يوجد استقرار الأسرة، فقط هدفه المتعة، هدفه اللذة، زين منظم، هدفه الشهوة. لذلك قيل لبعض الأدباء متى نتزوج؟ قال قل لي متى تأكل. الله. هو ذكي، أحلل هذه الكلمة، يقول إن الطعام لبقاء الذات، والزواج لبقاء النوع البشري. أنت صحيح. تأكل، أنت تأكل لبقاء ذاتك، هذه الذات وهذا الجسد، صحيح. وتتزوج لبقاء نوعك الإنساني. يا سلام. فأنت عندما تتزوج أنت تساعد في بقاء الإنسان. الله أكبر. أنت تساعد في معنى خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة. نعم. أنت تساعد في مسألة عمارة الكون وبقاء الكون عن طريق التوالد وعن طريق التناسل لهذا المعنى. سبحان الله، بارك الله فيك شيخنا. طيب احنا الان بنصل زي ما يقولها الزبده او جنة. نعم. العطار. نعم. الاحسان، احنا عنوان الحلقه الاحسان الى الزوجه. نعم. كما انتقلنا ايضا من الاحسان الى الوالدين والابناء والبنات، والاحسان الى الزوج او الى الزوجه قدمناها، لان زي ما بقول ليديز فيرست تقريبا. مش خايف يعني. مش خايف، لا. الاحسان الى الزوجه، كيف يكون الإحسان إلى الزوجة؟ أكيد هو يحتاج إلى أكثر من حلقة، يعني إحنا لن نكمل في هذه الحلقة، لكن كيف يكون الإحسان للزوجة؟ خطوات الإحسان. سنت، كما يقال بيت القصيد. نعم. والنخلة التي طلعها نضيد. ونحن كما يقال حولها ندندن حتى نصل. أنا من عادتي أمهد وأقدم وأوطئ من أجل توسعة الفهم حتى نصل إلى المبتغى والمقصود. نعم. كيف نحسن إلى الزوجة؟ قالوا أول الإحسان إلى الزوجة الإحسان إلى أصهاره. يعني ذكرنا نحن عندما تكلمنا قلنا لماذا سمي الصهر صهرا؟ أنه انصهر، لأنه انصهر معهم. ونحن نسمع من العامة يقول النسب نشب. ما معنى النسب نشب؟ أنك جميل، انتشبت معنا، أصبحت منهم، كأنك تعلقت بهم، تعلقت بهم، أصبحت كالمعادن التي تصهر، فأصبحت صهرا، انصهرت معهم. فقال بعض العلماء أول الإحسان يبدأ بالإحسان للأصهار، لأن من أجل عين مئة عين تكرم، ولأجل عين تكرم مدينة كما يقولون في المثل. نعم. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جويرية بنت الحارث جاءت في غزوة بني المصطلق من السبي، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. صلى الله عليه وسلم. فسمع الناس، سمع الصحابة، فقالوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا؟ فأطلقوا أكثر من 300 رجل من أصهار رسول الله. الله أكبر. إكراما لمن؟ لذلك الزواج، لهذا الزواج العظيم. قالوا رسول الله أصبحوا هؤلاء كرامة لتلك الزوجة. الحارث المصطلق قال أصبح هذا صهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد سبينا قومه، فإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراح القوم. فقالوا كانت أعظم وأيمن امرأة على قومها في العرب. الله أكبر. أيمن إيش؟ فيها يمن وبركة. وبركة. نعم. كانت هذه المرأة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين سببا في حريتهم، في حريتهم.
فقالوا هنا ماذا فعلوا؟ قالوا أكرموا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث وهو صحيح لما قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة قال إنكم ستفتحون مصر، هذه مصر كنانة الإسلام، إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها. السلام. قال فإن فيها رحما وذمة وأصهارا. الله أكبر. رحما أصهارا ماريا القبطية. ماريا القبطية من أين جاءت؟ من مصر. جاءت من مصر رضي الله عنها. رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ هذا، بل أراد أن يحسنوا إلى قوم وإلى دولة. إلى دولة. الله وإلى قوم. فقال فإن لي فيهم رحما وذمة وأصهارا. أصهارا. وصهرا. يا الله. لاحظ كيف يبتدئ الإحسان. تخيل إذا كان هذا الإحسان إلى قومها، كيف بخاصة أهلها؟ فكيف بها؟ وكيف بها؟ نعم. يعني إذا كان هذا الإحسان إلى قومها فكيف الإحسان إلى ذاتها؟ الله أكبر. وبل أزيدك من الشعر بيت كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبحت الشاه بعث إلى صدائق خديجة. أصدقاء. يا سلام. إلى صديقات خديجة. قال إذا هذا بالصديقات، تعدت مسألة الأقرباء. قالوا إذا كان هذا بالصديقات عجيب، فما بالك بذاتها صلى الله عليه وسلم. فلما غارت أمنا مدرسة سبحان الله عائشة رضي الله عنها غارت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها، قال إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، وكان لي منها الولد. هنا شيء مقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن من أهداف الزواج ماذا؟ الولد، الذرية. في الحديث لما جاءه أحد الصحابة، جاء أظن جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وجدت امرأة ذات حسب وجمال إلا أنها لا تلد. هنا الشاهد. فأتزوجها؟ قال لا. قال فجئته الثانية فقال لا. قال فجئته الثالثة فقال لا. ثم قال الحديث المشهور تزوج الودود الولود فإني مباهن أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الله أكبر. وأنا أشرح الودود المتوددة المتحببة إلى زوجها. قال وكيف تعرف ذلك؟ من أهلها. من خلال أهلها وبيئتها. فإن المرأة على طريقة أمها. صحيح. البنت على طريقة أمها، وهي أميرة بيتها وسفيرة بيتها. ليش الواحد بيسأل لما بده يتزوج حتى يصل إلى هذا المعنى؟ قال الودود يعني متوددة، عندها فيها خير وفيها رحمة وفيها ود. سنت فيها رحمة وفيها شفقة، ليست من قوم قساه. القسوة تتوارث. صحيح. القسوة تتوارث، لذلك القرآن ذكر طرفا من هذا لما تكلم عن نساء الجنة. ماذا قال؟ عروبا أتراب. تعرف ما معنى العروب؟ العرب تسمي المرأة المتوددة المتحببة إلى زوجها تسميها العروب. يا سلام. هذا معنى العروب. فقال عروبا أتراب. العروب التي تتقرب وتتودد وتتحبب إلى زوجها، تخطب رضاه، تخطب وده. فقال الودود. الودود. طيب الولود كيف يعرف أنها ولود ولم يتزوجها للآن؟ النظر العام للإخوات نعم. قال الأرحام تتشابه وتتشابك. صحيح. الأرحام تتشابه وتتشابك، تكون يعني من عماتها وخالاتها وبيئتها، فتكون أنها ماذا؟ أنها ولود. في رواية أخرى قال العؤود. العؤود. العؤود ما معنى العؤود؟ قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وما العؤود؟ قال التي إذا أغضبت زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. سلام. يا سلام. يعني هي تعود أولا، يعني حتى بعض الحياة الزوجية تغضب المرأة تبقى شهور وتبقى كذا، وفيها نوع من العناد والمكابرة. العؤود هي التي تقول لا أذوق غمضا. إيش غمضا؟ فنامش. نوم. ما لا أنام حتى ترضى. موجود. هذا صعب شوية. قد يكون. إن شاء الله. في هذه الأمة إن شاء الله فيها خير. من الخير وهي كالمطر. الله فيها إن شاء الله. المعنى العؤود التي تعود إلى زوجها وتخطب وده ورضاه، على هذا المعنى. سبحان الله عجيب. إذا قلنا من الإحسان إلى الزوجة، قلنا الإحسان إلى أصهاره، ثم قال من الإحسان إلى الزوجة حسن المعاشرة. سبحان الله. حسن المعاشرة بالإنفاق عليها في مطعمها ومأكلها ومشربها ومسكنها وملبسها. أنا ركزت على هذه الأشياء. شيخنا قبل حسن المعاشرة، الإحسان إلى الأصهار يعني
حتى في خير، يعني بمجرد إحسانك للأصهار أو للأهل لأهلها يعني يحدث في نفسها شيء من الود أصلا. نعم، يكسر عينها كمان. أيوة، يعني لم تكن فيها خير أو اللي كان فيها بعض الشر حسنت. هذا يرضي. قالوا الإحسان يدق العنق. يدق العنق، أيوة قلتها كثيرا. الإحسان رق، الإحسان رق، رق. كما يعني إحسانك شاء. يعني يقابل بشيء من الخير إن شاء الله، وهذا يخفف شيء، يعني يساعد على استقرار الحياة الأسرية، السكينة، الطمأنينة. نعم، جزاء وفاق. جزاء وفاق، ايوه. جزاء وفاق، يعني وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني هل جزاء الاحسان لاصهارك الا احساني لك ولاهلك؟ ولاهلك، صحيح. وهكذا النفوس، جبلت النفوس على حب من احسن اليها. الشاهد من هذا المعنى حسن المعاشرة. المعاشره وتكون بالنفقه عليها في مطعمها ومشربها ماكلها وماكلها وملبسها، او مسكنها او مسكنها، نعم، نعم. وملبسها ومطعمها ومشربها. انا لماذا ركزت على هذه الاربعه؟ دائما نسأل المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف، ما معنى المعاشرة؟ يعني في اللغة ما معنى المعاشرة؟ ما معنى عاشره؟ عاش معه. المعاشرة أصلها في اللغة المعايشة والمخالطة. حتى صيغة فاعل تقول جاهد، صحيح. وقاتل وناصر وشارك، هاي أفعال فيها التشارك، فيها التعاون، تعايش. يعني تعرف ما معنى الانتقال من الأنا إلى النحن؟ يا سلام، إذا أردنا أن نتفلسف قليلا. سلام، يعني الانتقال من الأنا إلى النحن. إلى النحن، سلام. يعني فيها معاونة. كلمة معاشرة فيها مرحلة زمنية. مش يقول لك بيني وبينه عشرة، عشرة عمر، إيش يعني؟ على الحلوة، في زمن طويل، في الطعام، في الأكل، في السفر، في الذهاب، في النوم، صحيح. هذه الممالحة وهذه المعاشرة وهذه المعايشة تحدث في النفس ماذا؟ ألفة ومحبة. ألفة ومحبة ومودة وسكينة. والمعروف قال وعاشرهن بماذا؟ بالمعروف. ما معنى المعروف؟ المعروف كلمة جامعة لكل خير. باختصار. باختصار، بالقول، بالفعل، حتى بالنظرة الحانية. النظرة الحانية هذه تدخل ماذا؟ تدخل في المعاشرة بالمعروف. الكلام الطيب، سبحان الله، حسن التبعل، حسن العشرة، حسن التعامل، حسن القول، حسن الأسلوب، الأسلوب الحسن في كل شيء. قال وعاشرهن بالمعروف. وأعظم هذه المعاشرة الأشياء الأربع التي ذكرت. قلنا ما هي؟ مسكن. قلنا مسكن، وقلنا مطعم، مطعم ومشرب ومسكن وملبس. لذلك هناك شيء يسمى التفريق. بماذا؟ إذا قصر في النفقة، صحيح. يعني لماذا جعلت الشريعة التقصير في النفقة من الزوج ولو كانت غنية يوجب إلى التفريق بين الزوجين؟ وجبتها لأنها واجب عليه، هذا من حسن المعاشرة. هذا من حسن المعاشرة. لذلك ماذا قال الله عن آدم عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن إبليس؟ ماذا قال؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هو الأصل يخرجنكما اثنين، الأصل يقول فتشقيا. يا سلام، جميل. فتشقى هنا الشقاء بمعنى العمل. الشقاء هنا بمعنى التعب، ليس الشقاء شقي. العمل والتعب ليس شقي أو سعيد، يعني يكون الشقاء هنا بمعنى الجنة أو النار. من كان من أهل الجنة فهو سعيد، من كان من أهل النار فهو شقي. فهو شقي، لكن هنا الشقاء بالمعنى فتشقى، يعني فتتعب. فتشقى ولم يقل فتشقيا. يا الله، هي تبقى في البيت أميرة معززة مكرمة، وهو يتعب ليجلب لها، من أجل خدمتها، من أجل تكريمها، من أجل توقيرها. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا. فتشقيا، هو الذي يشقى، بيشقى وبتعب، إذا بنستخدمها بيشقى وبتعب من أجل أميرة بيته، يجني لها لتبني، يجني لتبني من أجل أميرة بيته وريحانة روحه وتفاحة قلبه كما يقال، من أجل هذه المرأة. عجيب لما يكون مفهوم الزواج زي هيك، يعني تكون نظرة أبعد وأعمق وأجمل. وهذه الأربعة المتفق عليها انتزعت من القرآن لما نزل آدم عليه الصلاة والسلام، قال وإن لك، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ألا تجوع، هذا إيش؟ المطعم. مطعم. ولا تعرى، الملبس. الملبس. وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذا المشرب. وتضحى يعني من الضحى، فأنت تلبس اللباس. يا سلام. أو تسكن. أو تسكن، أحسنت. قلنا تسكن، فتسكن أنت عندما يكون لك بيت فيحميك من الضحى ومن لهيب الشمس في وقت الضحى، ومن زمهرير البرد. ومن زمهرير البرد. فقالوا سبحان الله، انتزعت هذه الحقوق الخاصة بالنفس البشرية انتزعت من هذه الآية. ماذا قال؟ ولهن مثل الذي عليهن المعروف. شوف اللام نوع، حتى تجد حتى أن هذه اللام فيها نوع من السلطة والقوة والحق. ولهن مثل الذي عليهن لهن
لهن الحقوق وعليهن الواجبات. كيف نميز بين الحقوق والواجبات؟ الحقوق ماذا لك، والواجبات عليك طبعا من الآية، ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات. الواجبات هذه ليست في الآية لكن تفسير. نعم طبعا. قال ماذا قال؟ وللرجال عليهن درجة. هذه من المفاهيم المغلوطة. درجة الرجل أعلتها الشريعة لأنه فتشقى، يعني الدرجة في النفق في التعب والعمل في التكليف لا في التشريف، يعني أنت لا ترقى عنها بدرجة بتخيير، ليست درجة العلو والاستعلاء. أيوة. والمنزلة والمنزلة والتفاخر يا حاشا لله أصلا حاشا لله. ولعليهن درجة. أنا تدبرت في آخر الآية، والله عزيز حكيم، إذا دعتك نفسك إلى عزتك وفخرك وخيلائك على زوجتك فتذكر أن الله عزيز. الله والله عز وجل أعطاك هذه القوامة لأنه حكيم. وتجد أن الآية ختمت والله عزيز حكيم حكيم. فإذا دعتك نفسك إلى الخيلاء والكبر والتعزز وتتعزز على زوجتك فالله عزيز، فهو أعز. والعزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. يا سلام. أصل العزة بمعنى الغلبة. يا سلام. قالت العرب من عز بز، يعني ظهر. من غلب سلب. يا سلام. والشريعة لا تفعل إلا لحكمة. والله لما أعطاك القوامة وأعطاك هذه الدرجة اللي هي الدرجة التكليفية للدرجة التشريفية، أعطاك لحكمة، لأن الزوج هو الذي يختلط ويذهب في معاني الحياة ويصيبه من الشقاء ومن التعب. لماذا؟ لأن الله حكيم. كيف المرأة تخرج وتباطح وتزاحم الرجال وكذا كذا؟ لأنه حكيم، فقدم الرجل لأن هذا الرجل. ولذلك وجد من الأنبياء، لا يوجد من الأنبياء من هي امرأة. الأنبياء ما كلهم رجال. لأنه استنقاص من المرأة، لم يكن من المرأة نبية، بل لأن الرجل ماذا؟ يعني هذا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى تعب ومخالطة للناس، والمرأة تعرف الحمل وكذا ومعاركة وكذا وكذا وكذا، والمرأة لا تصبر كثيرا، والمرأة قيادتها عاطفية، الرجل قيادته عقلية، فهو يسوس الأمور في هذا المعنى. صحيح. فقال هنا وللرجال عليهن درجة. ولكن تنبه، والله عزيز حكيم. لعلك فهمنا هنا المعنى. إذا الدرجة أكيد مستحيل تكون يعني تكريم أو تشريف، ثم قلت هي تكليف، يعني الله عز وجل قال إن خلقناكم من ذكر وأنثى. أحسنت. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذكر والأنثى هون فيش الكرم بالتقوى. نعم. فقط هنا الكرم في الدرجة بالتقوى. نعم. تلك الدرجة للتكليف وليست للتقوى. نعم. ولا التشريف للتكليف، حتى يباشر أعمال الحياة، أعمال الحياة الشاقة، لأنه الله عز وجل هيئه وزوده بماذا؟ بالقدرة، بالقدرة بالتكيف مع الأشياء الصعبة، بخلاف هنا المرأة. لذلك سبحان الله تجد الشريعة سبحان الله في مسند الإمام أحمد، في أظن في سنن أبي داود، من حديث معاوية ابن حيدة الصحابي الجليل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا هاجس في النفس، قال يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا علينا، يعني ما حق الزوجة. يريد كلام مختصر معتصر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق الزوجة. فانظر إلى الكلام النبوي، والكلام يعني عجيب عجيب في سعادة الحياة الزوجية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بأبي هو وأمي وروحي، وهو الشفيق والرقيق عليه الصلاة والسلام، والعميق في جوابه عليه الصلاة والسلام، قال أن تطعمها إذا طعمت، حتى يحسن بالرجل أنه إذا أكل خارج البيت أو ذهب إلى المطعم يحسن به في بعض الأحيان أن يأتي بشيء من هذا الطعام. آه صحيح. حتى لا يتفرد وحتى لا يكون أنانيا. أن تطعمها إذا طعمت، لا تكون حريصا أن تأكل أنت ما لذ وطاب من الطعام، وتحرم المرأة قد يكون في من أكل البيت أو شيء من ذلك. قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت في رواية. جميل. اكتسيت، تجد بعض الشباب ينفق كثير من الأموال في لباسه وفي مظهره، وربما الزوجة بقيت على جهاز العروس في أول أمرها. والله هذا يوجد في المجتمع، موجود، ليس على ملبسه بل على طشاته وسهراته وأرجيلته وتخانه. يا سلام عليك، هذا واقع موجود. نكأت الجراح وفتحت الصناديق. والله أنت نكأت الجراح وفتحت الصناديق، وهي على جهاز العروس، وهو يلبس وينفق من الأموال ويتأنق
ويتزوق في مظهره وفي ملبسه، ولكن الزوجة محرومة. قال وتكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه في حلقات إلى حكم ضرب الزوجة، وألا تضرب الوجه، وأيضا هذا إساءة بالفعل. ولا تقبح، تعرف ما معنى تقبح؟ تقول له تقول قبح الله وجهك أو قبحك الله. قال ولا تهجر إلا في البيت. يا سلام، هاي بدها تفصيل. هاي تفصيل. بعض الناس إذا هجر زوجته كل سمع البلد الأقارب والأرحام والحارة، وفي رواية بعض القرى إن لم تكن بعض الدول. بارك الله فيك. يعني قد يكون بعض الناس مسافر يصل الأخبار أن فلان هجر زوجته. هو شيخنا مع قد تصل بعض الدول مع الفيسبوك وتويتر والدول اللي تعرف صارت مشكلة يعني. من الحديث بدنا نرجع إلا وقفة معه أكيد. نعم. يعني أكيد في مزيد التفصيل، لكن الحلقة يعني انتهت. الوقت سحب بساطة الوقت من تحتنا، فأشكرك شكرا جزيلا. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. أشكركم مشاهدينا الكرام، لكم مني أنا محمد العودي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل تحية، ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.